ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني يعتبر واحد من أعظم اللاعبين بتاريخ كرة القدم. يا ترى لو ميسي بلش حياته من الأردن لوين ممكن يوصل؟ خلينا نشوف أراءكم. يعني ممكن تنتهي مسيرته وما ينعرف ما ينشهر، يعني حسب موهبته. إذا كان إجا كشافين من برا، إذا إجا ناس من برا ممكن يوصل لمكان بعيد، ممكن على الخليج. ما بعرف يعني عن ميسي، ممكن انه يتكيف مع الوجود هون اصلا، يعني مش فاهم. يعني بده يكون بالمنتخبات عندنا بالاردن اللي هم يا وحدات يا شو اسمه، ممكن انه يوصل لانه الاردن مش اقل من اي بلد ثاني، وممكن انه يطلع، واحنا طلع من عندنا ناس كثير هون بالاردن، فراح يطلع وراح يصير شيء، ويعني ممكن يا اكثر يا اقل بس راح يصير. من الاردن بيحترف برا يعني، فتح بسطه الوحدات، فيش هون فيش مستقبل للاعب الكره بالمره. والله بوصل الاول اخر شيء للوحدات، وبعدين ببلش احترف يعني بالاخير برا. يعني ممكن اذا يعني كان في تدريب من التنشئه الصحيحه لكره القدم في الاردن، ممكن راح يطلع كلاعب عالمي او يعني يبرز. اللاعب العربي مش ضروري يكون انه لاعب مبتدئ، ممكن اذا تطور من حاله ممكن يصعد اكثر.